السلام عليكم، مرحبا بالجميع على قناة جيلة شانال. نتمنى أنكم تكونوا بخير وانتم ما تشوفوا هذا الفيديو. كنشكركم جميعا على الوفاء ديالكم وعلى المتابعة ديالكم، وكنقول لكم شكرا لكم على التشجيع ديالكم وعلى كلامكم الطيب اللي كنقراه دائما في لي كومونتير. بالنسبة للفيديو ديال اليوم واللي هو جاب لفيديو كيف شفتوا من خلال العنوان التصريح الحكومة الفرنسية، بمعنى أنه اليوم 25 فبراير 2021 صرح الوزير الأول جون كاستكس وكذا ذلك تصريح وزير الصحة اللي هو أوليفيي فيرون. غادي نقول لكم وشنو بالمختصر بطبيعة الحال بالنسبة للمرحلة اللي راح نعيشوها وبالنسبة للحالة الوبائية. قبل ما نبدأ الموضوع فقط بغيت نقول لكم ما تنسوناش يعني بتشجيع ديالكم واللي لايك ديالكم على الفيديو، هكذا باش الفيديو يقدر انه يتشاف، والاخوان والاخوات اللي اول مرة شفتوا القناة وعجبكم المحتوى تابوناو معنا فلاشين، هكذا باش انكم تقدروا حتى نتوما تستافدوا اذا كنتو تبحثوا على هذا النوع ديال المحتوى تاع الفيديوهات. غادي نبدا بالنسبه للوزير الاول جون كاستكس وشنو قال في التصريح ديالو. الوزير الاول قال: هذه سنه ونحن نحارب معا من اجل الخروج من هذه الوضعيه الوبائيه، نحاول من اجل عدم وجود تراكم في المستشفيات من حيث عدد الحالات نتاع الاصابه. الحاله قد ساءت في فرنسا، بحيث أنهم خرجوا بهذا التصريح اليوم بحيث فعلا الحالة ساءت في فرنسا بالنسبة لهذا الأسبوع هذا، وهذا نتيجة كل نتاع هذاك لو فاريون أو ما يسمى شبيه نتاع الفيروس نتاع الكوفيد، يعني شبيهه يعني يسمى لو فاريون. الحالة قد ساءت في فرنسا، الفيروس موجود وبشدة مقارنة يعني مع الدول الأخرى كذلك. قال: نحاول معرفة انتشار هذا الفيروس الفاريون يوم بعد يوم، لذلك هما إذا كانوا كيديروا لنا مثلا حجر صحي في الويكاند ولا في بعض المناطق ولا الكوفغوف ولا يعني فاش كيبدلوا هذه الاستراتيجيات، كيكون ذلك نتيجة أنهم كيشوفوا عدد انتشار نتاع هذا الفيروس يوما بعد يوم، وكيديروا الإحصاءات مثلا على مدة كل أسبوع ولا مدة كل 15 يوم باش يقدروا أنهم يقولوا لنا تصريحات جديدة. كذلك قال على أنه هاد الفيروس الجديد أو هاد الفاريو إنه معدي بشدة. هاد التصريح الأول اللي كان قاه لكم هو نتاع جون كاستكس، قال إنه معدي بشدة وحاولنا عدم الدخول في حجر صحي شامل فقط من أجل تطبيق استراتيجيات أخرى مكان حجر صحي شامل، ومن أجل يعني مواصلة الحياة عادي، بحيث انه كيف كتعرفوا كنقولوا واش غيديروا لنا كونفينمون شامل او لا يديروا لنا فقط كونفينمون جزئي كيف راهم دايرين غادي يبدا الويكاند. بطبيعه الحال هو قال باش انه يعيشوا باش اننا يعني نحاولوا اننا بحال اللي نعيشوا حياه طبيعيه، واخا ما راهاش حياه طبيعيه، بمعنى بالنسبه لهم يعني الحكومه الفرنسيه انه الطفل يمشي يقرا، انه اللي يخدم يقدر انه يخدم. كذلك في التصريح ديالو ديال جون كاستكس قال على أنه يجب أن يكون هنالك تعاون جماعي بيننا ومسؤولية، بمعنى أنا مسؤولة أنت مسؤول أنت مسؤولة. قال بأنه خاص تكون إن ريسبونسابيليتي كوليكتيف، يعني مسؤولية جماعية كل واحد يدير اللي عليه. كذلك قال نحاول التعطيل من أجل عدم الدخول في حجر صحي شامل، يعني كيحاولوا يديروا استراتيجيات كيحاولوا يديروا اشياء اخرى باش انه الحكومه الفرنسيه ما تقول ليناش صايي كاين حجر صحي كامل في فرنسا. قال كذلك اختيارنا يعني هما اختاروا باش ما غاديش يكون حجر صحي كامل يعني شامل في فرنسا، ولكن يقدر يكون حجر صحي كما قلت لكم في لا فيديو اللي سبق، قلت لكم غادي يكون حجر صحي في لي زالب ماريتيم، ويكون المهم بطبيعه الحال تابع لها مدينه نيس، وكذلك كاين واحد المدينه اخرى اللي هي دانكيرك، فوالا باش ما نغلطش مدينه دانكيرك. كذلك على انه غادي يكون حجر صحي فقط نتا في الويكاند، فقط في الويكاند، اما الاسبوع عادي كيكون فقط كما جميع فرنسا يكون لو كوفغ فو فقط مع السادسه مساء. هنا بغيت نقول لكم كاين 20 ديبارتمون او 20 جهه اللي هي تسمى تحت المراقبه المشدده، بمعنى انهم هاد المناطق هادو فيهم انتشار الفيروس بكثره. كاين لا ايل دو فرانس، كاين الاوت فرانس، ايل دو فرانس بعدا هي الجهه اللي انا موجوده فيها، كاين اون دو فرانس، باكا، لو روم، لا دروم، لا موزيل، لا مورت اي لا موزيل، اي لور اي لوار. هادو كاع المناطق هادو
مهم، وكاين يعني في المجموع كامل كاين 20 ديبارتمون اللي راها تحت المراقبة المشددة، بمعنى أنه إذا شافوا على حسب الإحصائيات أنه تزاد فيها يعني ديجا راه فيها يعني راها في لازون غوج، إذا شافوا أنه بالنسبة على مدة أسبوع المقبل ما نخافضش من هنا حتى 6 مارس غادي يديروا لنا استراتيجيات أو حوايج أخرين، بمعنى هما اللي غادي يشوفوا واش يكون حجر صحي فقط الويكاند أو يكون حجر صحي آخر. كذلك قال على أنه باش نخرجوا من هذه الوضعية خاص يكون هنالك تلقيح، هذا جون كاستكس اللي قالها، قال خاص يكون هنالك تلقيح من أجل الخروج من هذه الأزمة الوبائية اللي نعيشوها، يعني كي قلنا الحل ديالنا هو خاصنا أننا نديرو التلقيح. كذلك تكلم بالنسبة للمدرسة والأطفال، قال على أنه نورمالمون يعني 300,000 طفل اللي خاص يدير تحليل ديال ما يسمى لعاب الفم واللي ديجا كنت ديجا تكلمت عليه وقلت لكم، قال خاص نورمالمون كاع في المؤسسات يعني التعليميه خاص يطبق هاد تحليل نتاع الفم باش يعرفوا واش الطفل مصاب او لا، وخاص يكون هنالك 300,000 تحليل اللي يندار نورمالمون في الاسبوع. كذلك قال على انه تكلم اون جينيرال في حاله انه اي واحد حس بعلامات او حس بانه يعني ما راهش مزيان من حقه انه يمشي يدير ما يسمى بالتحليل ديال الكوفيد. من بعد جاء اوليفي فيرون، اوليفي فيرون وتكلم وقال على انه فعلا في فرنسا سجلت عدد حالات في هذا الاسبوع مرتفعه بالنسبه للناس اللي مصابه بهاد لو فاريون واللي كيف قلت لكم هو معدي. الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع، واللي راه مريض نطلبوا له من الله الشفاء. بالنسبه للاشخاص اللي عندهم 75 سنه واكثر واللي كنتو شفتوهم ويقدروا يكونوا ناس تعرفوهم طبيعه الحال واللي كاينين في لي ميزون دو روتريت، هادوك صايي داروا ليهم التلقيح. قال على انه بالنسبه للاشخاص اللي هما في البيوت نتاعهم وعندهم 75 سنه بطبيعه الحال يعني في ديورهم يقدروا انهم ياخذوا موعد باش انه يقدروا ياخذوا التلقيح بطبيعه الحال. قال واحد الحاجه اخرى، هذا بالنسبه اوليفي فيرون، اذا كنت شاب او شابه بطبيعه الحال وعندك الوضعيه الصحيه هشه من حقك انه تقدري ديري او دير يعني التلقيح، ولكن خاص تسجل، ولكن بطبيعة الحال راه الطبيب ديالك هو اللي خاص يقول بلي انه يعني عندك الصحة هشة واخا راك شاب خاصك دير يعني في هذا التوقيت هذا دير التلقيح. بالنسبة للناس اللي عندهم اكثر من 65 سنة قال على انه لو 1 افريل يبدا التلقيح ديالهم. من بعد هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم على انه حاليا راه كاين استرازينيكا وهما اللي راهم كيلقحوا به. بالنسبة لاسترازينيكا واللي من بعد اوليفي فيرون جا تكلم عليه واحد الشخص اللي هو سميتو الان فيشير، هو لو بريزيدون دو كونساي دوريونطاسيون اي دو لا ستراتيجي فاكسينال. هضر لينا شويه على استرازينيكا وقال على انه استرازينيكا نقدروا نلقحوا به وما نخافوش منه بحيث انه طبق في دول اخرى ومجموعه ديال السكان ديالها انهم طبقوا وانهم تلقوا يعني نتيجه مبشره وانهم يعني كيعيشوا حياه نقولوا شبه طبيعيه مزيانه. قال على انه راه ماشي انا اللي كنقول، راني كنقول لكم لو بريزيدون دو كونساي دوريونطاسيون اي دو لا ستراتيجي فاكسينال هو اللي قال هذا الشيء. قال على انه لو فاكسان ديال استرازينيكا يعني كيحمي الشخص من 62 حتى 82%، ولكن الشخص خاصه فقط انه يحترم القوانين ما بين يعني المده ما بين الجرعه الاولى والجرعه الثانيه، يعني ملي يقولوا لك الجرعه الثانيه غادي ديرها في التوقيت اللي قالوا لك عليه بطبيعه الحال خاصك تجي دير الجرعه الثانيه. من بعد جا هضر جون كاستاكس وقال واحد الكلمه، قال هاد المرحله اللي عشناها يعني تاع مده سنه قال غادي تبقى مؤرخه، وفعلا بكل ما عشناها فعلا حيت حنايا يعني دابا هاد المرحله اللي عشناها كما كانوا الناس من قبل كيعيشوا ازمات وكيعيشوا فترات فيهم الوباء فهمتوا، دابا يعني حتى حنايا من دابا غادي نكبروا اذا طول الله في العمر غادي كنبقاو نتفكروا هذه المرحله. قال هذه المرحله التي عشناها تبقى مؤرخه بكل ما عشناها نفسيا وماليا واجتماعيا واقتصاديا، وقال كذلك خصنا نكونوا متحدين بمعنى اننا كل واحد يكون مسؤول وكل واحد يكون حذر. سي هذا هو يعني التصريح نتاع الحكومه الفرنسيه. طبيعه الحال كنا ننتظروا انه ربما غادي يكون يعني هنالك اشياء اخرى، هذا هو اللي جاء في التصريح، هذا هو التصريح ديال الحكومه الفرنسيه.
والخلاصة وهو أنه فرنسا حاليا راح تعرف انتشار سريع لهاد لو فاريون نتاع الوباء واللي كينتشر بسرعة بين الأشخاص. قالوا واحد الحاجة، قالوا على أنه المستشفيات حاليا ما فيهاش الناس كبار السن، بحيث أنه تلقحوا وبطبيعة الحال هما واحد يعني محميين يعني بواحد النسبة مئوية. كذلك اللي بغيت نقول لكم هو أنه فرنسا يعني خصوصا فرنسا، ربما الدول الأخرى شفتوا دارت كونفينمون، أنهم الناس ما كانوش يمشيوا المدرسة، أنهم الناس حبسوا الخدمة، أنهم ولكن ربما فرنسا كدير ما في وسعها باش أنه بنقول فرنسا يعني الحكومة الفرنسية ما في وسعها باش أنه ما ندخلوش في حجر صحي شامل. سي هذا هو الفيديو ديال اليوم، فقد جيت لكم بالتصريح اللي كان حاليا هذا المساء. نقول لكم إن شاء الله نشوفكم في فيديو قادم، وبسلام عليكم وشكرا لكم على المتابعة.